معكم أنا أخوكم الدكتور إبراهيم صلاح الدين، أستاذ الصدر وكلية طب طنطا. أول حاجة عشان نعرف المدرسة والسيندروم، لازم نعرف الأناتومي في المدرسة. إحنا بنقسم المدرسة إن هو الميديم بارت أوف ثوراسيك كافيتي، ليمتن أنتيرو سترما، انبتير برتيرو بوكروم، انتيرو لاترال باي بالروال ريفركشن ان انفيرو بار ديفريم، اس كونتويز ويز نيك فروم اباف اند ديفايدد باي هارت انتو سيبيرو مودستاينم اباف ذا هارت anterior mediastinum in front of the heart, posterior mediastinum behind the heart. Okay. في الصور أوضح اللي هو الصور دي بنقسمها كده superior above the heart, posterior من vertebra 4 vertebra 12 lies the diaphragm. بعد كده نبدل اللي هو الكونتنت للهارت والجريت فيسلز بوستيرور هنا. بعد كده anterior in front of external body. اوكي لو جينا اتكلمنا عن content كل حاجات فيهم، ممكن نحط حاجات معينة موجودة، يعني كل واحد ممكن نحط فيه lymph gland vessels، كل واحد ليه content معينة زائد lymph gland and vessels. اوكي يعني مثلا انتينو مضاي السنة ذا كونتنت بتاعته نار اباف وايدن بلو كونتنت بتاعه سم نفاتيك فيزز اند تو او ثري انتيرو مضاي السنة لنف جراند اند سمول مضاي السنة برانش اوف انترنال ممبراني ارتري ميديم السنة زي ما قلنا قبل كده برضو اللي هو هارت ان جريد فيزل استند جوارد ان سيبرون فينا كيفا بصينا من ده السنة زي ما قلنا برضو الحتة الورا اللي برضو الكونتنت بتاعها يكون بقى اكتر نيرفات اللي هو تو هي من ازا جزئين البيجاز نيرف سبلنكنج نيرف اسفاجاس سوراجس داكت اند سام ليمف جلاند. برضو الصورة ده بتقعد احط اكتر. يعني ايه مندلسون سندروم؟ يعني ايه مندلسون سندروم؟ ده السؤال مين يجوا ليكوا اخر السنة. give an account of Mendelsohn syndrome. يعني ايه Mendelsohn syndrome؟ give four or five cause of my Mendelsohn syndrome. Give five of four item of manifestation of Mendelsohn syndrome. Mendelsohn syndrome يعني involvement of Mendelsohn structure and biological process mean leading to the following اللي هو Mendelsohn syndrome. الـ ايه biological process ممكن يكون موجودة زي inflammatory cause زي medicinitis زي tumor اللي ممكن تقسمهم بعد كده anterior Mendelsohn tumor زي cerebral Mendelsohn اللي هو ريتروسنين السيرايد سايمس درومان ستيتس انتيوتراتايد تيومر اللي هو تلاتة تي سيرايد سايمس انتيوتراتايد تيومر ده حاجات الدو الانتيور المدرسان برضو انفيرو تيومر ممكن بركات السيست ان هو اللي هو بركات الفرينك انجل بصينا من دسان انتيومر ده اللي هو عندي اوسوفاجاس ورا دي ممكن طبعا كلها نيوروجينيك تيومر زي نيورو فايبروما او منينجل تيومر انتروجينيك سيست
في كمان هاير تيومر، كل ده ممكن يعمل بريشر مانيفستيشن، ممكن يؤدي الى ميديسنال سندروم اللي بنتكلم عنها لو عاوزين نوصلها في الاخر. ممكن تالت حاجه بعد الانفلاماتوري لو ميديسنالستس او تيومر، التالت حاجه فاسكوليشن انيروس، خلاص ممكن تعمل بريشر برضو مانيفستيشن تؤدي الى الميديسنال مانيفستيشن. ايه بقى المانيفستيشن والميديسنال سندروم ده؟ لو سألوا ممكن يجي لكم اخر السنه، جه في اكونت 5 4 ايتم. اول حاجه التركيه، اول حاجه تقابلنا التركيه. التركيه ممكن تعمل ايه؟ سترايتل بريسيكاف، اوكي. لو برونكاي، تاني حاجه برونكاي تعمل اوبستراكتف انفيزيما ال لو اوبستراكشن انكمبليت. لو اوبستراكشن كومبليت تعمل اتريكتاسيس، ماشي. لو كومبليت اوكي. لو تالت حاجه اوسوفاكس تعمل ديسفيشن، تعمل ريجير، تعمل لو رابع حاجه البراجر اوف ار اند ارتري، نعمل انكوالتي اوف بالس اون ابر ليمب، اسكيمن مانيفستيشن زي بالر اند بين اند سينكوب. خمس حاجه الفين، لو حصل ابستراكشن فين تعمل فين كونجيشن ان هيد ان نيك ان نيم ان كونجيشن ديب فين. في الحاجه المتميزه قوي ان هو نون بلتيكن كونجستيك فين، ممكن تعمل دايليتيك فين ان شيست وول ديما هيدروثوركس اند لوكال ساينوس. سادس حاجه واخر حاجه لو حصل بريشن اوف نير، ممكن تعمل هورن سندروم لو انفولفد اوف سيمتستيك شين لهوتوزيس مايوزيس نفرسانوس ان هيردوزيس. لو عملت على الفيجاس نير اريزميا تكون سوبرا فنتريكر ان تايب، ممكن تعمل ديسبيبتيك مانيفستيشن. لو حصل للانفولفمنت اوف او برجر مانيفستيشن اوف ريكرنت رينجل نيرف، اكون الليفت سايد الراي سايد ما حصلهوش بيحصل هورست اوف فايس ابدكشن بارالزيت اوف اوكر كورد. لو فرينج نيرف يعمل ريز بارادوكسال ذا فريم اون نو سايد. ايه بقى دي الحاجات الست حاجات الممكن يقول لكم في الامتحان manifestation of Mendelsohn syndrome. ده جت في امتحانات كتير قوي تقريبا امتحان متحلى. ايه differential diagnosis of Mendelsohn syndrome، الحاجات الممكن تعمل manifestation زيها. ممكن مثلا تيومر should be differentiated from each other depending on site of lesion, nature, type of patient, aspect of lighter X-ray anterior X-ray, okay, to differentiate. Other investigation may be helpful, زي biopsy and thoracotomy if needed. لو حصل سبر فين كافا سون بروسس، بتعمل مانيفستيشن زي بالظبط المدرسان سندروم، اوكي. برضو بالكارديو فيوجن برضو تعمل مانيفستيشن زي مدرسان سندروم، بس ليها مانيفستيشن تانية وساين تانية. يعني هتلاقي ان بابر ايبكس اوف الهارت طبعا، دولنت او سايد ايبكس بيت، distant heart sound, cardiac tamponade, paradox pulse, X-ray طبعا متميزها قوي ولازم تعمل اسبيشن. House cause of thoracic syndrome برضو ممكن تعمل
حاجات مشابهة من تبسلن سندروم. دي بسميها سوراسك انلت سندروم، زي سيرفيكال رايب، سيرفيكال سبوندلايزس، بانكل ستون. ودي حاجات دي ديفريشن دياجنوز بتاعها ايزي جدا، من حاجات من المدرسين سندروم. اوكي، ممكن بارازيت اوف نيرف من اي سبب تاني بقى، اكسل ستراكسك او سيرفايكال كوز. ايه الانفستيجيشن ممكن يعملها في حالة مدرسين سندروم؟ انا قلت فيه حاجات كتير زي اكس راي، اي بي سي، اي بي طبعا، ولاتر فيو، سي تي سكان، ام ار اي، سينتر ابلايت، راديوسكوب، فلوروسكوب. ده حاجه كان بنستخدمها زمان، مش بنستخدمهاش دلوقتي عشان الراديشن، كميه الراديشن تكون كبيره قوي على البيشنت وعلى الدكتور اصلا، فمش موجودة في العيادات ومش موجودة في المستشفيات دلوقتي. بالنسبة لها بالإكس راي عادية، بس هي كان مفيدة جدا عشان نعرف حاجات الليجن ده بلسيتنج اور نوت. لو بلسيتنج يقول يعني شك ان هو دي انيوريس، لو مفيش بلسيشن الليجن ده ممكن يكون تيومور. طب برضو عشان اسس موفمنت البلسيشن والبوزيشن او ذا فريم، يعني ذا فريم تحرك ولا لا. من ضمن الانفستيجيشن باراميترز برونكوسكوب، بلاد بريشر، ستانلي بانشر، راديو اكتف ايديون في حالات الثايرويد طبعا، بايوبسي في لو في سكلين نود او ميديا سكوب، ولا حتى ممكن نحتاج سيركوتومي. سيركوتومي دي حاجة فاتحة افتح الصدر كله، يعني انا محتاجها في الاخر حاجة. مانجمنت من تنسنو ستروم، هو طبعا ما جيش سؤال، عشان المانجمنت ده بيعتمد على المانجمنت اوف كوز، يعني التريتمنت اوف كوز، الحاجات اللي سببت مونتيسن سندروم، سواء انفلاماتوري، سواء تيومر، شير تيومر، نعمل سيرجري، سواء فاسر ريجن انيرزم، نعمل ريبير انيرزم، ده مانجمنت. فيعتمد اساسا على تريتمنت اوف ذا كوز. سيركوتومي مين بي ريسور تو can be assessed in surgical removal can be built if indicated لو تيومر او انيورزما زي ما قلت بالاول. radio survey may be restored to in radio sensitive group of tumor زي lymphosarcoma، دي تيومر تعمل براشن manifestation ويكون ليها radio sensitive character. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.